حياكم الله مشاهدينا في اخر فقره من حلقتنا اليوم راح تكون مع مواقع التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم من تويتر هاشتاج لا للعنف ضد المراه. نتابع الهاشتاج الذي اخترناه لكم اليوم حمل عنوان لا للعنف ضد المراه، والذي انشئ تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه، حيث تحدث عنه بتويتر ووفقا لإحصائية عمل عليها فريق إعداد برنامج سيدتي أكثر من 46 ألف شخص. الأكاديمية دكتورة أميرة الصاعدي أوضحت أن العنف ضد المرأة يمارس في منعها من حقها في الإنجاب ومخالفة الفطرة. الروائية مودي الزهراني أكدت على أن ما زال عنف الأقربون أشد إلاما لدينا. المدونة غدى عبد العزيز أشارت إلى أن 55% من النساء يعتقدن أن العنف جزء عادي من الزواج، بينما 75% من النساء حاولن الانتحار بسبب العنف. بنروح الحين لسوالف فنية، الفقرة اللي فيها اليوم روتانا تجمع هيفا وهبي ووائل كفوري في حفل رأس السنة في دبي. نتابع. ننطلق في سوالفنا الفنية لهذا اليوم مع الفنان وائل كفوري الذي طرح ألبومه الجديد مع شركة روتانا. الألبوم تضمن 8 أغاني وقع معظمها الشاعر منير أبو عساف، وتولى تلحينها هشام بولوس، بلال الزين، ملحم أبو شديد وغيرهم. هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل، هيدا حلم ليل طويل حاجة تتأمل. هذا ويطل وائل كفوري ليلة رأس السنة مع شركة روتانا من دبي في حفل يجمعه مع النجمة هيفا وهبي. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوائل وهيفا من توقيع المصور شرب الأبو منصور. من الأول قصة غرام عنوان الفشل، وانت عم تحرق أيامك عايش عمل. فنانة شيرين عبد الوهاب تستعد للعودة إلى التمثيل مجددا، حيث تردد أن سيناريست تامر حبيب يقوم في الوقت الحالي بكتابة سيناريو جديد سيكون للمسلسل الذي تخوض شيرين بطولته. وكانت شيرين قد قدمت في بداياتها تجربة واحدة من خلال ميدو مشاكل مع الفنان أحمد حلمي، ولكنها بعد ذلك اعتزلت عن العديد من الأعمال التي عرضت عليها. ميدو وحشتني. أهلا أهلا بعالم سمسم، معك ربنا خا رمزي. وحشتني ده بقى مرة اثنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شوية. انت كنت فين من بدري؟ ايدك والشحن، وبلاش الدخلات الناعمة دي، انا لسه طالع من الحبس. بهذه الفقرة مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، اتمنى انكم استفدتوا منها واعجبتكم. موعدنا يتجدد دائما وابدا مع سيدتي كل يوم على شاشة روتانا خليجية. متابعة طيبة لكل برامج روتانا خليجية، تصبحون على خير. We'll be right back.